Express FM, la radio du business. Fréquence verte. رجعنا لكم في الجزء الأخير من فريكونس فيرت باش نحكيو مع آسيا جيزي اللي معانا في التليفون. هي بنت الدار وبنت البرنامج. آسيا أهلا وسهلا. عسلامة محمد ومرحبا بالمستمعي إكسبريس فام الكل. مرحبا بك آسيا. باش نحكيو معاك حمدي حشيت كيما العادة معناها وتدخلته الرشيقة قال لك وين لا بيب ما جاوبوش آسيا ما جاوبوش آسيا بيب باش نحكيو معاك آسيا على الفيستيفال اللي انتم توا في جابس كامب اللي هي تقريبا ليديسيون الثالثة اليوم في جابس العام هذايا اللي هو كامب فور كلايمت تشينج اللي يصير في جابس. أما معكاتي باش نحكيو على فيستيفال في خضم الايفينمون هذايا اللي هو فن من أجل العدالة المناخية. أي هو بالتوازي مع الكامب ونسخة الثالثة اللي تنظموا حركة أو حراك ستوب بولوشن نظمنا إحنا كهيفوس معنا دي بارتنير اللي هما دانسور سيتويان دو سود كوليكتيف كرياتيف مرصد السيادة الغذائية والبيئة ومعنا زادة حراك ستوب بولوشن. أول نسخة من مهرج من الفستيفال الفن من أجل المناخ ولا قاوم واللي هو أن فستيفال الحقيقة كان نتاج العمل الكبير بين المنظمات اللي هي موجودة في برنامج أصوات من أجل عمل مناخي عادل وكان يهدف أنه يجمع الفنانين مختلف يعني لي ديسيبلين نتاعهم ويكونوا موجودين في فضاء واحد في جابس بين جابس وشنني. بدينا نهار 1 أكتوبر وتواصل حتى كش لنهار يتواصل بيطول حتى كش لنهار 7 أكتوبر والحقيقة كان ما انطلقش نهار 1 فعليا هو بدا نهار 11 سبتمبر وقت اللي عملنا لي ريزيدونس ارتستيك في جابس كانوا فما 3 ديسيبلين البرفورمينغ ارت وكان فما زادا الفوتوغرافي والفنون الضوئية وين تلموا دي اماتور دي ارتيست اماتور ولا دي فيتور ارت مع دي ارتيست بروفيسيونيل وعملوا هالريزيدونس ارتستيك ليبيا ومنها خرجوا باعمال فنيه الحقيقه وقع عرضها طيلة فترة الفستيفال وبعدها كان عندنا لقاء هام وهام جدا مع بشرة الطبوبي من خلال يعني الاكسبو نتاعها واللي اسمه تراكمات واللي هو يحكي على لي فوسيل اللي هما في الرديف وكيفاش الاحتلال الفرنسي بخلاف انه هز الموارد الطبيعية نتاع تونس كمل زاد هز لي فوسيل والذاكرة نتاع البلاد هذه وكيف وثقت من خلاله الاثر نتاع الفوسفات على الحوض المنجمي ويعني حكاية بديت مع لي بيرفورمانس عملوهم ليزارتيست من خلال يعني الفنون الضوئية معرض الصور الفوتوغرافية وكذلك العرض الفني اللي عملوه في الدونسور سيتويان حكيوا على التلوث في جابس وكيفاش التلوث اليوم دمر البيئة في جابس أما زاد أثر على السكان على صحتهم على حياتهم والحقيقة كانت عروض مؤثرة ومؤثرة جدا وبالتوازي كانوا فما زادة نقاشات حول علاقة الفن الملتزم بالعدالة المناخية كيفاش الفن ينجم يوصل القضايا هذه قضايا هي العدالة المائية يعني العديد من القضايا اللي هي السيادة الطاقية والغذائية واللي هما مرتبطين ارتباط وثيق بالعدالة المناخية فما حاجة نحب زادة من خلال فين نشكر فرقة صرخة مبدع واللي هي فرقة جاتنا من حاجب العيون عملوا عرض مسرحي أقل ما يقال عليه رائع جدا تكبدوا مشاقة السفر وجاو وطلبش أنهم يعرضوا يحكيوا على مشكلة المياه في حاجب العيون وكيفاش هما يعني يعيشوا حتى صراعات ما بيناتهم من أجل الحصول على المياه وعلى المياه واللي ثم شركات عندها الأحقية أو ماخذة انها تستغل المياه هذيك والسكان يعيشوا في عطش ويعيشوا في تهميش كبير.
واضح. شكرا لك آسيا جيزي. فقط اللي يحب يمكن يشوف تسجيل ولا تصور نتاع العروض هذيا وين ينجم؟ فما باج فيسبوك، فما سيت ويب ينجموا؟ فما فوالا باج فيسبوك دانسور سيتويان دو سود، راقصون مواطنون الجنوب. كيف كيف زاد كوليكتيف كرياتيف ستوب بولوشن موفمنت، وزاد ينجموا اللي تو اللي موجودين في جيبس ولا حتى اللي موجودين في تونس يحبوا يهبطوا لجيبس ينجموا يشوفوا الاكسبو نتاع بشرى الطبوبي تراكمات، واللي هو يتواصل حتى الغدوة دونك حتكشل 7 اكتوبر موجود في سوق الجارة. غادي فما فضاء، هو فضاء وفروه دونسور سيتويان، الفضاء هذاك باش تعيشوا تجربة ولا باش تعيشوا رحلة لفوسيل من قفصة، يعني تحكي لكم حكاية الفوسيل كيفاش صار لهم، كيفاش تدمر وكيفاش معناتها حاولت بشرى الطبوبي انها ترجعهم، ويكون يعني المعرض نتاعها يحكي الحكايات هذيا، حكاية يعني الأنشطة الاستخراجية وشنية أثرها على السكان وشنية أثرها وعلاقتها بالعدالة المناخية. واضح. شكرا لك مرة أخرى آسيا جيزي، شكرا زادة للفنانين اللي كانوا ساهموا في إثراء الفستيفال هذايا. أكثر تفاصيل تلقاوها أون كومنتير على اللايف ستريمينغ على الفيسبوك إكسبريس اف ام. منعرفش إذا كان آسيا مازالت معانا ولا تفكرنا باسم الباج فيسبوك. الباج فيسبوك دانسور سيتويان دو سود، ونلقاو زاد على الكوليكتيف كرياتيف على ستوب بولوشن موفمنت. الكل موجودين فيهم، يعني الصور الافتر موفيز الكل اللي هما في علاقه بالفيستيفال هذا. واضح. شكرا لك مره اخرى آسيا اجيزي. احنا هكا نكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. شكرا لك حمدي حشاد، شكرا اماني في الاخراج وسليم في الاخراج الرقمي. احنا نتقابلوا نفس التوقيت نهار الجمعه الجايه من 4 ل 5 في لماننا.